أكيد دايما البداية الصعبة بتكون بالكابيتال كنترول، عود على بدء. أنا يمكن معك عدد كبير من المرات كنا عم نحكي باللي كان لازم يصير واللي ولا مرة صار. أكيد التفخيخ مستمر دايما باقتراحات مشاريع القوانين. آخر مرة كنا على هذا البلاتو من حوالي 7 أشهر كنا خايفين من المسودة الحكومية اللي كانت بالحكومة، وكنا عندنا ملاحظات كثير كبيرة على الكابيتال كنترول. وإذ صارت هيدي مسودة الحكومة بوقتها أحسن بكثير من اللي طرح مؤخرا بعد تعديل نائب رئيس مجلس النواب. للأسف الشديد بعدنا عن نفس الرأي، وبعده مشروع قانون الكابيتال كنترول أشد البعد عن مغزيل الرئيسي، وهو حماية ما تبقى من الأموال. والهدف الرئيسي هو معالجة العجز الحاصل بميزان المدفوعات. هذا شيء ما حدا عم بيفكر فيه، وقد له نتائج خطيرة على الاقتصاد، ولجم سعر تدهور سعر الصرف اللي من مسودة لمسودة تقريبا عم بيكون تدهور بحوالي 20-25%. وأهم شيء الحفاظ على الاحتياطي المتبقي في المركزي والسيولة الموجودة بالمصارف. هي كلها لم ترعاها ولا مسودة. والمسودة الأخيرة طبعا بالرغم من الإعلان والإعلام الدائم والقائم حول الأمور الإيجابية بهذه المسودة وحول ضرورة وجود هكذا مسودة للكابيتال كنترول، نحن اللي منأكد عليه وعم نحكي من منطلق علمي وتقني وقانوني بحت، أنه هذه المسودة المطروحة هلأ واللي نقابة المحامين ولجنة حماية حقوق المودعين عم تجيبها، وهلأ بنحكي كيف عم تجيبها، هي مرفوضة كليا. وفي مشروع بديل حسب ما فهمت عم يتم تحضيره. هو مش عم يتم تحضيره، تحضر صار جاهز، وهو سيقدم إلى مجلس النواب باسم نقابة المحامين في القريب العاجل. الأهم أنه إلى جانب قانون إعادة هيكلة المصارف، اللي أنا هلأ بحب أطرح جدلية معينة عم بتصير، أنا بتصور وفينا دغري نبلش فيها بما أنك بلشت بالكابيتال كنترول. بآخر تصريح للوزير بوصعب بيقول انه نحن الشيء اللي ما عم نتفق عليه خليناه على جنب، والشيء اللي اتفقنا عليه عم نخلصه، وبشر اللبنانيين وقال انه الصيغه رح تكون جاهزه ولكن رح نضعها على جنب لحين صياغه وانهاء مشروع اقتراح مشروع اعاده هيكله المصارف. دائما في عمليه ايهام للبنانيين انه الامور ماشيه على قدم وساق. لنبعد عن العموميات ونحكي بالتحديد، اليوم مش الهدف بس إقرار أي مسودة مشروع قانون كابيتال كنترول، الهدف الرئيسي هو أن تترافق هذه المسودة ويترافق إقرار هذا المشروع مع الرزمة اللي حكينا فيها مئات المرات واللي أهم قانون إعادة هيكلة المصارف. شطب ودائع اللبنانيين ما بيصير عبر قانون إعادة قانون كابيتال كنترول. كل الأمور الأساسية اللي الناس ما بتعرف وين ممكن تكون موجودة بتكون موجودة بقانون إعادة هيكلة المصارف. اليوم أكثر ما نخشاه انه يكون الهدف من هيدا التصريح هو انه نحن خلصنا الكابيتال كنترول، وبالتالي هلا نحن لازم ننطر لنخلص قانون اعاده هيكله المصارف، والعلقه بتصير بصياغه قانون اعاده هيكله المصارف ومروره باللجان، واذا مر باللجان بده يروح على الهيئه العامه، وعندك تعليقات وطبعا الملاحظات الكبيره اللي حتصير من اتحاد نقابات المهن الحره ونقابه المحامين وجمعيات وروابط المودعين الى اخره الى اخره. قانون إعادة هيكلة المصارف هو الأهم في هذه اللحظة، هو أكثر أهمية بأشواط من قانون الكابيتال كنترول، لأنه ما عاد عندنا كابيتال تو كنترول، يعني رأس المال للأسف الشديد اضمحل. وبالتالي اليوم قانون إعادة هيكلة المصارف هدفه الرئيسي هو إعادة انتظام للقطاع المصرفي. القطاع المصرفي، وكل مصرف ما قادر يكمل بيوقف بيتصفى وإلا يدمج أو بيتم الاستحواذ عليه من مصرف داخلي أو مصرف خارجي، مع أنه بشك عن قدرة أي مصارف داخلية لفعل هذا الأمر.